ازيكم؟ كويسين؟ رب صالح جدا جدا جدا، بيبقى دايما في تحدي روحي، او مش تحدي روحي، لما يكون اجتماع مثل ده، اجتماع يميل للتعليم او يميل للدراسه الكتابيه او الاعلان الكتابي يعني، لكن بس في نفس الوقت بيبقى عايز رب يسكب اعلاناته وتشجيعاته لكل احتياج في وسطينا. ف اشجعك انك تسمع ما هو ابعد من اللي بيتقال، وتستقبل من الرب الروح مباشره. ان الروح بيسكب في محضر الرب. ياما شفنا ناس بتشفى في اجتماعات ملهاش دعوه بالشفاء، وياما شفنا ناس بتسلم حياتها للرب في اجتماعات مش كرازيه، ياما شفنا ناس بيحصل معاها حاجه ملهاش دعوه خالص باللي احنا بنعمله. فعايز اشجعك انه القصه مش مرتبطه بالعربي اللي بيتقال في مشاركه، القصه مرتبطه بحضور الرب اللي بيطلق او بيطلق في وسطينا عشان نستقبل حاجه عميقه في اعماقنا. ممكن ما بقاش ليها علاقه باللي بيتقال، بس هي مكنوزه في الاجواء الروحيه، رب حاططها مستعدة تتقطف. ملهاش دعوة بالعظم، ملهاش دعوة باللي بيحصل بصورة عيانية، لكن لها دعوة بعالم الروح أو بإمكانيات الروح القدس اللي رب يفتحها لحضرتك ولحضرتك وانت قدامه، واحنا مع بعض قدام الرب. فكتير رب يتحرك في أبعاد، الرب مش محصور في الأبعاد المعروفة بتاعتنا، طول وعرض وعمق وعلو. رب أوسع من كده بكتير، فرب يتحرك في أبعاد كتيرة جدا، بيبقى عايز يسكبها على حياتك، بيبقى عايز يطلع مننا ويطلع فينا ولينا شعر أو كلمة راحة. مش هو في ناس كتير محتاجة ترتاح ولا حاجة؟ شعر أو كلمة راحة، يعني في حاجة في الحضور الإلهي مربوطة بالراحة، لأن هو قال كده حضوري وجهي يسير، فإيه نتيجة طبيعية طوالي طوالي فأريحك. برغم أن خلي بالك موسى ما كانش بيطلب راحة، عارفين الشاهد ده في خروج 30، اللي ما سعد وجهك أمامنا فلا تصعدنا من هنا، بماذا يعلم الشعب لأن قد وجدت نعمة في عينيك علمني طرقك. فقال له إن لم يسعد وجهك أمامنا فلا تصعدني من هنا. ما كانش بيطلب راحة، كان بيطلب حضور. رب كان وعده ببركة بدون حضور. قال له أنا مش هتحرك، بس هبعت ملاك يخليك تاخد اللي أنت محتاجه. ببساطة ممكن تتبارك، ممكن أتبارك من غير حضور الرب، بس لو أنت ذكي تقول لأ. ليه؟ لأنه البركة من غير حضور بركة ليها تاريخ صلاحية بتخلص. الحضور بيشيل معاه البركة، يعني بيجيب معاه البركة اللي ملهاش تاريخ صلاحية. تقول لي من فين في كتاب مقدس؟ أقول لك الابن الأصغر طلب بركة من غير حضور، طلب أنه يورث ده ليه باسمه لأنه ابن، بس مش عايز علاقة، مش عايز حضور، مش عايز يقف في بيت الآب، مش عايز يتواجد يصحى ويفطر ويتغدى ويتعشى في هذه الأجواء من هذا البيت، عايز يبقى لوحده بس يتبارك. مفيش مشكلة تبارك، فرب اداه، الآب اداه، بس هذه البركة كان ليها تاريخ صلاحية وانتهت بأكل خروب خرنوب. فالبركة كان ليها تاريخ صلاحية لأنها من غير حضور. لو بتطلب حضور الرب، حضور الرب بيأتي معاه كل اللي أنت محتاجه. أباك يعلم حتى اللي أنت مش عارف أنك محتاجه، يعلم أنك تحتاج هذه، فبيأتي ويسكب حضوره ويسكب مع حضوره كل شيء اطلبه أولا، هذه كلها تزاد لكم. بس اللي بيتعطي في الحضور الإلهي ملوش تاريخ صلاحية، مش بيخلي الابن بعد شوية يقول ميراثي خلص.
فلما موسى طلب حضور قال له بماذا يعلم الشعب اللي قد وجدت نعمة في عينيك؟ علمني طريقك إن لم يصعد وجهك. خلي بالك هو بيطلب إيه، وعايز يعرف الطرق، عايز يجد نعمة، عايز حضور الرب يتحرك. إن لم يصعد وجهك أمامي فلا تسعدني من هنا. ليه؟ لأن الرب قبليها في الإصحاح في كروب 33، يعني مش عايز أفتحه لأنه معروف كلكم عارفينه، رب وعده قال له حبعت ملاك حيباركك حيملكك الأرض، بس أنا مش حاجي. موسى كان ذكي، رفض برغم ان في وعد حبركك. محتاج ايه؟ محتاج شفاء؟ خد شفاء. محتاج بركه ماديه؟ خد بركه ماديه. محتاج باب يتفتح؟ خد باب يتفتح، بس انا مش موجود. موسى قال له لا، مش عايز كده الا ما يصعد وجهك. الاجابه هي دي اللي بتوصلني لكلمه راحه، وجهي يسير فايه؟ طب هو كان طلب راحه؟ مش موجوده في الطلبات من اول اصحاح لغايه ما توصل للحته دي. موسى ما طلبش انه يرتاح، بس النتيجه الطبيعيه وجهي يسير فاريحك. خليني انط الحته تاني، شاهد تاني كلكم عارفينه في سفر الرؤيا، الكنيسه الاولى اللي الرب كلمها في رساله افسس. انا بحكي معاكم يعني في رساله كنيسه افسس في سفر الرؤيا، لما قال له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. فاكرين شاهد ده؟ عضو لكي تعمل اعمال، لان المحبه الاولى بترجعك للاعمال الاولى، بترجعك للعضو اعمل الاعمال الاولى. المحبه بتطلقك للتراك او للخط او للطرق اللي كنت بتمشي فيها اللي مليانه راحه، لان الحضور بيطلق راحه. وجهي يسير فاريحك، المحبه بتطلق الحضور اللي بيطلق التراك او عارفين تراك دي يعني الخط او المسير الاعمال اللي مليانه راحه، فتعمل الاعمال الاولى. الاعمال الاولى دي اعمال اللي هي فيها نشاط لان ما فيش اعياء، فيها راحه برغم انك بتعمل، فيها سلاسه برغم انك بتعمل، بس انت بتعمل بمحبه اولى ففي سلاسه. ممكن تكون بتعمل النهارده بس بتزق عربيه في مطلع فمنهكه. الانهاك جاي من غير الحضور، بسبب عدم الحضور. حد فاهم؟ لان الحضور نتيجته الطبيعيه ايه؟ راحه. راحه زي الدنيا ماشي سلسه كده. عارف لما تكون في عربية وما تسمعش صوت الموتور؟ عارف لما تكون في عربية وتسمع صوت الموتور بيزعق؟ ده الحضور. الحضور يخليك ماشي في العربية وما فيش صوت. ليه؟ كل حاجة متزبطة، الصوت متزبط، الزيت كفاية في العربية مخلي الموتور مش بيزعق. وجهي يسير نتيجة طبيعية فأريح. فالرب قال في رسالة، رب قال لكنيسة أفسس في سفر الرؤيا صح 3، قال له كده لو ما عملتش كده فإني آتي وبتوجع قوي فأزحزح منارتك. بصوا، زحزحة المنارة أوحش من أن أكسر منارتك. المنارة هي الكنيسة في القصة دي، في الشاهد ده سفر الرؤيا، المنارة هي الكنيسة، عهد قديم أو عهد جديد، ده رمز كتابي، هو الرب اللي مفسره مش أنا اللي بفسره. هو اللي قال المنائر هي الكنائس، تقراها في سفر الرؤيا إصحاح 2. وبالتالي ببساطة هو اللي قايل إن المناير هي الكنائس. فلو قال حكسر منارتك ماشي. تقول لي ماشي ازاي؟ اقول لك ليه؟ لانه لو قال هكسر منارتك، مش الكنيسه كلها يعني، هكسر العمل يعني، هوقف لك العمل يعني. لو قال هوقف لك العمل هتفوق، هتتوب، هتصحى، هتتلطش. حد فاهم معايا؟ ايه اللي حصل؟ ماشي؟ فبيعمل نوبه صحيان. انا بالنسبه لي اخطر واوحش واتعب وحاجه بتخلي خليني اجي عند ركبي عند رجلين الرب، انه ازحزح دي وحشه قوي.
أنا لما تقرا في سفر الرؤيا الرب كان بيتمشى، تقرا كده بيتمشى في وسط المناير. انتوا عارفين ايش انا عمال بحكي على انطباع انكم عارفين الشواهد دي، عارفين الشواهد دي. كان بيتمشى في وسط السبع مناير، السبع كنايس، فكان بيتمشى في وسط السبع مناير. كانوا شمعدان كبير طالع منه سبع افرع الشمعدان او المناره الكتابيه، وزي ما يكون الرب يسوع بيتمشى في وسطهم. فكل مناره من دوله، كل خدمه وكل عمل روحي من دوله متمتع بالرب اللي بيتمشى فيه. وزي ما يكون العقوبه انه انا هتمشى في وسط المناير بس عند منارتك كده هزحزحها شويه. ده اي جامده ليه؟ كل حاجه تفضل ماشي، كل انت عايز شغال بس من غير حضور. هل فاهم يعني هتمشى بس وانت شغال ماشي، المنظر العام شغال، ما تلطشتش الم، ما جاتش نوبه سحاب، ايه اللي حصل؟ المناره اتكسرت ليه؟ لا، المناره زي ما هي شغاله بس من غير حضور. هزحزح بس المناره. هو التحدي هنا، هو هل انا وهو ده اللي بيخلي العمل ممكن يحصل، او خادم يفضل يكمل، او حد يفضل مكمل من غير ما يدرك انه تزحزح سنه. ومفيش مشكله لو تزحزحت، ما هو قايل العلاج في افسس، ارجع ايه المحبه الاولى. أول ما ترجع المحبة الأولى تجد نفسك بزوب رجعت تاني في الحضور، لأن المحبة تطلق الحضور والحضور يطلق الراحة وانتهى الموضوع. أحد فاهم حاجة؟ فربنا لذيذ وفي راحة، بقيت راحة لشعب الرب. ده دخلني في عبرانيين طبعا 4، كلكم عارفين أنا كل اللي أنا بقوله ده مش محسوب عليا، ده لسه في وقت التسبيح بتاع أشرف. فده يدخلني عبرين 4، بقيت راحة لشعب الرب. يعني لأن أنا كان جوايا أول أنا واقف بنسبح كده شاعر إن في ناس محتاجة راحة، يعني راحة في الداخل، راحة في النفس، راحة يعني أي نوع من أنواع الراحة، مش الراحة ننام يعني، بس الراحة في الداخل كده. فبقيت راحة لشعب الرب، وأسلس حاجة في الراحة هو الدخول في الحضور الإلهي، لأن الحضور الإلهي بيطلق راحة ملحوظة بلاحظها. أنه ما عرفش، لأ أنت أكيد مش أنت، أكيد مش أنت، أنه ناس كثيرة بطلت تاخد الكتاب المقدس وتقعد تقرأ وتقرأ تقرأ 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 لغاية لما تنام. مش أنت بس صدقيني، بسمع هذا وبسمعها كشكوى، يعني اكيد مش انتوا، بسمعها كشكوى، يعني مش كشكوى. ليه طلع شكوى؟ لانه كل حد بيجي يشتكي لي هذه الشكوى بيقول لي انا عايز، يعني هو مش عايز، هو عايز بس مش عارف ليه. يا اما ماليش نفس، يا اما انا عايز بس ماليش نفس، او انا عايز بس الدنيا دوشه، انا عايز بس مش عارف ايه. احد الحاجات اللي بتطلقك للحضور الالهي انك تقعد تقرا في الكلمه وتقرا في الكلمه وتقرا في الكلمه، تقول لي مش فاهم او متشتت، او اقعد اقرا لغايه ما هتخش في الروح. ف احد الحاجات انك تقرا في الكلمه، احد الحاجات انك تصلي بالروح، تقرا كتاب روحي له علاقه بالزمن اللي انت بتمر بيه، يعني في بعد نبوي الموضوع بتاعه، في بعد للزمن انت بتمر بيه فيطلق روحك كده يعني. فطرق بيت الرب في قلبك، ففي طرق ربنا مش حشرك في 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 هي دي يعني. لازم في ناس كده، انا دايما باخد خلوتي من 38 سنه هي بالطريقه دي، هي مش شغاله بس انا باخدها بكده. طالما مش شغاله حبيبي، كتاب مقدس يقول في طرق للبيت كلها في المسيح يسوع، طرق بيتك في قلوبهم. عارفين كده؟ عارفين ايه سفر المزامير؟ ففي طرق لبيت الرب،
تسبيح، كلمة، كتاب روحي، تقف تتنطط ترفع ايدك راسك تحت رجليك فوق ايا كان، بس مش حسيبك. هو بيحب كده، هو ده اللي عمله يعقوب، ده صرعه. حد فاهم يعني؟ يعني يعني هعمل، هحط راسي تحت رجليا فوق عشان اوصل لحضورك. والرب لما بيرى كده، ده اللي عشان كده ربنا حب يعقوب، لان يعقوب كان كده. حتى لو حسرق البركه، بس انا عايز بركه. يعني حتى لو عمل خطيه عشان اتبارك بركه روحيه هعمل كده. فرب حب يعقوب لانه حب هذا الاتجاه اللي جواه. رب يحب الشخصيه دي اللي عايز الحضور الالهي. هعمل اللي هعمله حتى لو عملت شغله باظ، بس عشان اكون في حضورك. فمش مش محشور في قالب معين، انا بعمل كده هو ده اللي بعمله طول حياتي، مش شغال بس انا بعمل كده. لا، طرق بيتك في قلوبهم. الو ربصوا كلكم صغيرين ما تعرفوش قصته، ده اعلان قديم. عندهم شعر ابيض. طيب، فاشجعك قوي لانه طب اقول لكم قسم ما زلتش على كل ده تبع اشرف. اشرف لسه بيرنم، ف هقول لكم قصة. القصة دي أنا هقول لكم لأن أنا عايزكم تعملوا حاجة، فأنا يعني أو عايزكم تشاركوا في القصة. القصة ما زالت شغالة، بس ما أعرفش حد كان منكم موجود السبت اللي فات ولا لأ. بس السبت اللي فات كان في طفلة، ماشي طفلة مش رضيع يعني، بس طفلة كده هو مريضة مرض صعب شوية وبقى لها سنين، وهم مش من القاهرة، وجات القاهرة علشان تعمل عملية امبارح. ف مش مهم المرض يعني، مرض صعب. فجاء عشان تعمل عملية، والدكاترة قالوا لها دي عملية رقم واحد من ثلاث عمليات لازم تحصل. فلما راحوا امبارح فلازم يعملوا زي أشعة عشان هيخشوا يستأصلوا أورام معينة. فاستغربوا جدا انه برغم ان البنت ما بتاخدش علاج لانه الموضوع ملوش علاج، استغربوا جدا، ولانها بقى لها سنتين استغربوا جدا انه الصوره بالمقارنه بالصوره اللي خدوها من سنتين هذه الاورام صغرت جدا. فبس ما راحتش ثانيه، بس ما راحتش لسه. فهم طب فاللي انا يعني عايز اقول لكم دي نمره واحد لمجد ربنا ان ده بيحصل. نمره اتنين، لازم نكمل صلاه لطفله زي كده. امين. فدي حاجه كويسه. اشرف مش راضي يخلص، مش عارف اعمل ايه. بصوا، لا نخش في الجد عشان نكون ملتزمين ذو ترتيب. بص هقول لكم حاجه، هقول لكم الاعلان الروحي اللي جوايا من الاسفار اللي هنتكلم عليها النهارده، لانه انا مشغول برضو. احنا كلكم عارفين مش بندرس كده يعني بجمود الكتاب المقدس، لكن مش بندرس حرف يميت الروح يحيي. فاقول لكم حاجه، لان الاسفار حكي عليها اسفار احنا خلصنا شقفة كده من شقفة حتة منطقة من ما هو بعد سفر الأعمال. خلصنا تسع أصفار أو رسائل ما بعد سفر الأعمال. التسعة دول هم مليانين تعليم ولاهوت، هبات الروح، سكيب الروح، أمور أساسية. فخلصنا تسع رسائل دول شقف على بعض. يعني لما تدرس في كلية لاهوت يقول لك هم تسع أربعة
تسعة، يعني في حاجة كده متقسمة، فالتسعة دول لوحديهم اللي هو من أول روميا لآخر تسالونيكي، دول لوحديهم، دول لاهوت بولس، دول التعليم والأساسيات اللي فيها كل بقى شغل الروح القدس، الخلاص، الفداء، البر، الشغل، كل حاجة موجودة في التسعة دول. بعديهم أربعة، الأربعة في برضو كليات اللاهوت يقولك دول رسائل رعوية، بس طبعا التعبير ممكن يبقاش دقيق للحياه العمليه بتاعتنا، لان رعويه يعني حد بيرعى او يعني فيها حب وفيها رعايه، هي مش كده، هو بولس بعتها للخدام. فالاربع رسائل اللي جايين دلوقتي، تيموثاوس الاولى والثانيه، تيتوس وفليمون، هم اربع رسائل مبعوثه لخدام. ببعد ايه؟ ببعد انه بولس كرسول او ناظر للخدمه او فبيسكب حاجة بيحط فيها أساسيات، مش أساسيات لاهوتية، لكن أساسيات للخدام أو لحد أي حد عايز يخدم. فتيموثاوس أولى، تانية، تيتوس وفليمون، دول لوحدهم كده يسموهم في كلية اللاهوت أربع رسائل رعوية. فأنا هطلع براهم، هناخدهم كلهم النهاردة كبسولة، لكن هطلع براهم عشان اقول لك حته صغيره، حته مهمه قوي، هي الاعلان الموجود، لانه اقول لك ملحوظه، دي ملحوظه تبان غريبه شويه، ان بولس وهو بيكلم الخدام دول لم يتحدث معهم بالتفصيل او باسهاب او بشرح طويل عن قوه الروح القدس. يعني حد فاهم انا عايز اقوله ايه؟ اشكرك انك قلتي لا، انا كنت هشرح برضه حتى لو قلتي اه، فاشكرك انك قلتي لا. يعني تتوقع انه هيكلم خادم فهيكلمه عن ايه؟ تتوقع بالذهن المنطقي كلام عن قوه الروح القدس، كلام عن مش كده ولا انا عن النهضه، عن ازاي تعمل مؤتمرات عظيمه ما حصلتش قبل كده، ازاي تكسر الدنيا، ازاي مش كده، ما ولا حاجه من الحاجات دي خالص. ده دي الاربع رسائل اللي موجه فيها الخدام، بيكلم الخدام، فالمفروض يتكلم بقى عن اللي هو ما تقلش في لا فتقلش في الرسائل اللي قبل كده، بس هو العكس، هو كل النهضة وكل سكيب الروح القدس وكل قوة الروح القدس وكل اللي انت محتاجه يا خادم مذكور في التسعة اللي فاتوا، كورنثوس، على فهم، على أفسس، على كل دول، في مواهب الروح القدس، ثمار الروح القدس، قوة الروح القدس، حرية الروح القدس، حبة الروح القدس، الإثمار والخدمة كلها موجودة في أساسيات الإيمان، فدي معروضة ليه؟ عشان كده كل واحد ابن وبنت للرب في الملكوت هو خادم، لأن المعروض هو المعروض لتيموثاوس والتيتوس والفليمون والكل حد، هو معروض لينا. فاهم حد فاهم حاجة؟ وبالتالي لم يتحدث خالص عن اللي هو البعد الكاريزما او الكريزما بتاعه الروح القدس اللي فيها اطلاق النهضه وتفكيرات الروح القدس. ده بيكلم الخدام بتوعه اللي شايلين الشغل اللي هيعملوا النهضه كلها، بل بالعكس قام متكلم جوه قوي وعملي قوي بطريقه فيها شغل عميق. فهخرج بره، مش شغل عميق بمعنى عمق للروح القدس، حتى العمق الروح القدس موجود في التسعة التانيين، هخرج بره الأربع أصفار دول أو أربع رسائل دول، وأديك حتة صغيرة مفتاح ليه، خليني أقول لك مفتاح ليه، مفتاح إنه كل اللي أنت سمعته وبتسمعه، كل الودائع اللي ربنا حطها جواك تحصل في حياتك، تتحول عملي. عارفين الآية اللي بنحبها أو سفر المزامير؟ سفر المزامير في آية عارفينها؟ نظركم مش عارفينها. مزمور 48 نحبها أو بنكررها كتير.
ثم في العهد القديم رجل حلم حلم قال له قل لي الحلم وقل لي تفسير الحلم، فانا اقول لك في ايه في سفر المزامير فانت تقول لي الايه وتشرح كده ملكوت يعني. مزمور 48 عدد 8 آية بنحبها قوي، جميلة قوي جميلة قوي، وآية تخليك برضو تيجي عند رجلين يسوع تقول يا رب ليكن كقولك، كما سمعنا هكذا رأينا. يا آية دي حادثة. كما سمعنا يعني سمعت، بس مش سمعت وبس. سمعت عن فرح بس مش سمعته بس، سمعت عن حرية مش سمعته بس، سمعت عن شفاء مش سمعته بس، سمعت عن استخدام قوي بس مش سمعته بس. مش كده ولا ايه؟ ولا حد نفسه يسمع بس؟ كما سمعنا هكذا ايه؟ يا رب هكذا رأينا. فالموضوع ما بقاش اخبار فقط، الاخبار بتطلق الايمان، بس الايمان لازم نطلق رأينا. ده كما سمعنا هكذا رأينا في مدينة رب الجنود في مدينة إلهنا الله يثبتها إلى الأبد. ولذيذ بني قورح يقول لك تأمل شوية سلام، ولو شفت حبة حاجات بس في حاجات لسه سامحها وما شفتهاش، الآية دي مشجعة جدا. أقول يا رب مش عايز أكون في حتة أنا مكتفي فيها بالسمع. كما سمعنا هكذا رأينا، ومفيش حد فينا مفيش حتة مفيش حد فينا شاف كل اللي سمعوه، عشان كده احنا لسه عايشين. مفيش حد فينا شاف كل اللي رب عرضه عليه، عشان كده احنا بنطلع لقدام. ليه؟ لانه لو انا شفت كل حاجه من اللي رب عرضها خلاص. لكن لأن لسه في حاجات معروضة ومعلنة كما سمعنا، المعلنات لنا فسمعنا، كما سمعنا لسه في حاجات شفنا، بس لسه في حاجات ما شفناهاش، عشان كده بنزق القدام عشان نوصل لكما سمعنا هكذا رأينا في مدينة رب إلهنا. طبعا احد الحاجات اديك مثال، مثلا بالنسبه لي انا بحكي عني يعني، احنا لسه في اشرف لسه. لم يكن عاسر في وسطه، دي ايه بتجيب لي ارتكاري. يعني كلهم خفوا، كلهم ما فيش ضعف، كلهم حصل حاجه في حياتهم، كل الشعب فجاه خلصوا الفصح، عبروا البحر الاحمر، لم يكن عاسر في وسطهم. سمعنا بس لم اراها لسه. او دي من الايات اللي اوكي. فلو احنا حاطين الايه دي ك ك ك كستاندرد، او هو عارضها علينا انه معروض لينا ان كما سمعنا هكذا راينا، ممكن هو اللي قال مش انا اللي قلت، ولانه هو بيقول انه معروض لي اني اشوف كل حاجه سمعتها، فيبقى القصه انه انا محتاج اطلع لقدام، انمو، اكبر، اعمل شغل باص حتى، لمجرد ان حضور الرب يفتح اسرار الملكوت علشان يتحول كل حاجه سمعتها الى عيان يختبر. والمفاتيح موجوده في الكلمه، فهي مش بعيده يعني. فاحد الحاجات، خلينا نرجع للي احنا بنقوله، انه الاربع رسائل دول في ثيمه كده، لو طلعت لبره في اعلان صغير كده. خليني اقول لك الاعلان من اول السطر يعني، مش لوحده كده. لو روحك ونفسك وأعمالك وظروفك، أربع حاجات، روحك، نفسيتك، أعمالك وظروفك مشيت أو كانوا في تآلف، في توازن، في خط واحد،
مع اللي الرب بيسكبه كل حاجة بيقولها هتشوفها. عشان كده رحت للآية بتاعت مزمور 48. بس خلي بالك من المحطات، روحك، نفسيتك، أعمالك، ظروفك. تقولي طب أنا ممكن أفهم فهم روحي، روحي مفتوحة للرب، بعبد الرب، بتملي بالرب، حلو قوي. ممكن أكون فاهم نفسيتي. طب كمثال، طب ظروفي، حلو قوي. ما هو هنا القصة، لو أنت ما هو انت لازم بتطلق، تطلب وتطلق سلطان الرب على ظروفك عشان تخضع للي رب يسكبه على حياتك عشان يطلع. حاضر، تحت امر حضرتك. انا كنت هعمل كده بس المثل من فيليمون. اوكي، نبتدي من فيليمون. فيليمون اصحاح واحد، هو ما فيهوش اصحاحين، هو اصحاح واحد. فيليمون طلبة صغيرة بولس بعت لفليمون. فليمون خادم، افهم من فين فليمون خادم؟ من الآية الأولانية في الإصحاح الأولاني، هو ما فيش غير إصحاح واحد، مكتوب فليمون المحبوب والعامل معنا. ففليمون كان خادم، فليمون كان من تيم بولس. تيم بولس كان يعني، كان بولس برغم انه بيتحرك كتير بس في كل منطقه كان في زي المقربين او اللي بيخدموا او التيم بتاع بولس اللي بيتساب في الاماكن دي. مش معنى كده ان هذا التيم حصل معاه مثلا زي يسوع، انه قعدوا التلاميذ قعدوا مع يسوع 3 سنين. في ناس من التيم بتوع بولس قعدوا مع اسبوع، قعدوا مع في ناس من التيم بتاع بولس قعدوا مع بولس اسبوعين بس كانوا في التيم. فاكرين سالونيكي؟ سالونيكي بولس قعد معاهم شهر بس والكنيسة خلاص. وبالتالي القصة في الملكوت لازم ندرك ان القصة مش تايم، مش عشان اصلا ما قعدتش 3 سنين في كلية اللاهوت، اصلا ما قعدتش خلصت كل المدارس المعروضة عليا في مصر، ففي مدرسة في هنا ومدرسة هنا ومدرسة هنا، لازم اعدي على كل مدرسة وامضي امضي امضي امضي. ليه؟ عشان انا بقعد كخادم. في ناس، انا مش ضد المدارس، اوعى حد، في ناس بتنظر لي شزر من اصل مضوا واضح في مدارس كتير. مدارس حلوه ممتازه، يمكن نعمل مدرسه شيلة دي، لكن ال مش ده اللي بيوقفك انك تخدم. يعني في ناس قعدت مع بولس فقط، ده تدرسها، قعدوا مع بولس فقط اسبوعين وبقوا من التيم بتاع بولس او من المؤتمنين عند بولس او البولس اطلق عليهم الائتمان. ففيلوبوس كان من فيليمون، انا اسف، فيليمون كان من الخدام اللي مع بولس. كل رساله فيليمون اللي هي صفحه واحد، رساله واحده، صفحه واحده، اي 4، هو طلبه واحده صغيره بس الطلبة خطيرة شوية. لأن فليمون كان عنده عبد اسمه أونسيموس، كلكم عارفين القصة بس أنا محتاج أشرح. أونسيموس كان عبد، واضح إن حصل حاجة ما بين فليمون وأونسيموس جرى العرف، جرى المعتاد. دي مش مذكورة بوضوح، أوكي؟ مش مذكورة بوضوح، بس جرى التقليد المسيحي والتاريخ المسيحي بيقول إن أونسيموس ما كانش مؤمن، وأونسيموس سرق حاجة من فليمون. اوكي، وده ادى الى ان أنسيموس دخل السجن. بس اثار القصه فيها كمين لأنسيموس، لان أنسيموس لما دخل السجن مين كان معاه؟ بولس. اخيرا بولس كان قاعد هناك بياخد كوفي، كان في السجن. فأنسيموس عرف الرب من خلال خدمه بولس. بولس بكل وضوح يقول انا ولدته في السجن. عدد 10، اطلب اليك لاجل ابني أنسيموس الذي ولدته في قيودي وانا في السجن. أنسيموس كان في السجن، أنسيموس ابن الرب. فالقصة بيقول له بص، برغم انه أنسيموس سرق منك، برغم انه واضح ان حصل حاجه، حصل خناقه، يعني في حاجه كان في نزاع، يعني بيقول له بص
انسيموس ممكن يخرج، يعني انسيموس كان هيخرج من السجن خلاص، فانسيموس ممكن يخرج ويروح يعمل اي حاجه، بس انا برجعه لك. ودي بايخه للاثنين، بايخه لانسيموس وبايخه لفيليمون. بايخه لانسيموس لانه بيرجع لحته فيها خزي بتاعه، بايخه لفيليمون لان فيليمون مسلوب واتخان من هذا الشخص، ففي بعد خيانة وفي بعد سلب، يعني في بعد فقدان وفي بعد خيانة، وبالنسبة لأخونا إنسيموس في بعد خزي. فأما رجح إنسيموس لفيليمون بيقول له إيه؟ كلكم عارفين الآية، مش لذيذ بولس طبعا. بولس في النهاية دي حاجة برضو تقراها وممكن تخض البعض هنا، بولس في رسائله الأخيرة كان مليان رقة أكتر من رسائله الأولى. عدد 14، بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا. طبعا ده بالمقارنة بولس اللي مثل في فيليب يقول أنا بفكر كده ولا مش هفكر بالطريقة دي، ربنا هيقنعه أن يفكر كده. بولس هنا بيقول بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار، لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى الأبد لك عبد فيما بعد بل أفضل من عبد، أخا محبوبا ولا سيما إلي. فكم بالحري إليك في الجسد والرب جميعا إن كنت تحسبني شريكا. ده بولس بيكلم مين؟ واحد عنده في التيم، بيكلم في ليمون. إن كنت تحسبني شريكا فاقبله كنظيري، إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي. أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي، حتى لا أقول لك أنك مديون لي بنفسك أيضا. يعني أنا ممكن أقول لك ده أنت كلك على بعضك مديون لي، لكن أنا مش بقولها، يعني هو قايلها بس مش قايلها. نعم أيها الأخ ليكن لي فرح بك في الرب، أرح أحشائي في الرب. بصوا المعنى حقيقي مربوط بقصص كثيرة أو مربوط بشواهد كثيرة موجودة في تيموثاوس وفي تيتوس، بس أختي داست على الزرار اللي أنا عايزة أروح له، أنه قالت تديني مثل للمفتاح. فيليمون خادم، اوكي، لانه خادم فروحه مفتوحه للرب بيعبد الرب، مفهومه. فيليمون خادم وخدم مع بولس، هنتصور وان كان ده مش موجود في هذه القصه او مش موجود في الرساله، بس واضح انه فيليمون ما عندوش هذا الاحتياج، نفسيته متظبطه ماشي، عنده مشكله في الظروف. ايه في الظروف؟ في ظروفه مع انسيموس، انسيموس خانه وانسيموس سرقه، فعنده قصه في الظروف. هقول لك اعماله او اعمال جسده حالا. فقصه ظروفه ممكن تاثر على نفسيته، انا مش قادر اقبله تاني في البيت، ازاي هثق فيه؟ ازاي هخرج بره واسيب هذا العبد مع مراتي واولادي؟ هو خلني قبل كده وهو سرق قبل كده، ازاي هخرج اروح الشغل واسيب انسيموس في البيت؟ ازاي هاتمنه على البيت فيما بعد؟ ازاي هاتمنه ما يسرقش؟ وازاي هاتمنه ما يخونش؟ فممكن تحصل حاجه في النفسيه بتاعت انسيموس تخليه يعمل أعمال أو أفعال جسدية جاية من الظروف اللي أثرت على نفسيته، فيخلي أعماله مش بتطلق حاجة اسمها نعمة، ويروح في ليمون يخرج من البيت عشان يوعظ في الكنيسة عن إيه؟ النعمة. ففي ليمون استقبل في الروح إعلان النعمة ورايح الكنيسة يتكلم عن النعمة، بس في قصة جانبية، هي مش جانبية، اسمها أنسيموس، في حاجة في نفسيته مش قادرة تطلق نعمة، فأعماله ما قدرتش تقبل أنسيموس في البيت. ليه؟ ليه حق، أنسيموس خانه، أنسيموس سرق.
اخونا فيليمون جوه اعلان عن النعمه هيروح يوقف عن النعمه ومش هيحصل حاجه. ليه؟ لان انسكب الروح على روح فيليمون، فيليمون مجدد، فانسكب الروح بيطلق فيد من النعمه بس اتحشر في المجرى بتاع نفسيته واتحشر في المجرى بتاع الجسد بتاعه، فمش لاقي مخرج، ففي سكيب بس مش لاقي مخرج ياتي بثمر. حسن حاجه تكره هجيبها لك من حته ثانيه. انا شاركتكم فتره من دون دخول في تفاصيل عشان كده استعملت كلمه نعمه، لان كان في موقف شخصي ليا وكان قدامي طريق، يا اما اطلق نعمه ما فكرتش اطلقها في يوم من ايام قبل كده على موضوع المنظر العام ما ينفعش يتقابل فيه نعمه، يا اما اطلق النعمه دي وكانه ما حصلش ولا حاجه خالص خالص. ما هو النعمه يعني ما حصلش ولا حاجه، لان النعمه يعني الرب غطى تماما فما كان ما حصلش ولا حاجه. يا اما لا اقول لا في حاجه حصلت مش وموقف حبه حاجات عشان النعمه، ما يعني حبه حاجات لانه ما ينفعش مش كل حاجه نعمه. هو ايه نعمه 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 ده قبل نعمه نعمه. وكان بس كان لازم اقعد مع الرب لان الموقف كان بالنسبه لي شخصي جدا، فوقفت فيه قدام الرب. ولانه وقفت فيه قدام الرب بعد شويه بعد يومين ثلاثه قام كلمني بوضوح بجمله لو ذراعي، بس بعد حكيت القصه دي قبل كده، لو ذراعي ورا ظهري، فعلا لو ذراعي ورا ظهري. قال لي نادر مفيش مشكله بس متوعظش عن النعمه تاني. نقطه يعني ما تطلقش نعمه بس ما توقفش. هتفهم حاجه؟ عارفين ده معناه ايه؟ عايز ايه هو؟ عايز كل حاجه تحصل في حياتك، عايز كل ثروه تاتي بثمر، خلي روحك ونفسيتك واعمال جسدك وظروفك، ظروفك دي يعني ايه؟ بتقوم بتقولي اعمل ايه في ظروفي؟ اقول لك يعني بتقوم مصلي يا رب انا عايز ملكوتك ياتي على الاجواء حواليا عشان اللي جوايا يخرج بسلاسه من نفسيتي ومن جسدي. فما تتحشرش بكلمه ظروفي، يمكن ظروفي مضاده ولا حاجه، انت بتقول له يا رب اخضع الظروف عشان اللي جوايا يطلع. اوكي؟ فما تتحشروش بس المهم ان ممكن في البعض الظروف بتقوم داخله عند ايه؟ عند حاره النفسيه او عند نقطه النفسيه، بتقوم قافشه في النفس، فيبقى في حاجه في الروح والنفس تقوم خانقاها. فبرغم ان في سكيب مش لاقي مخرج، فانت على الصبح. فاهمين قصدي؟ انت على الصبح مش وعظه خالص، انت على بس يعني اعمل انت عايز تعمله يا فيليمون. عشان كده قال له ارح احشائي، ارح احشائك. لو انت قبلت انسيموس كل حاجه تبقى سلسه. النفي يؤدي الى نفي. ما قبلتش انسيموس احشائك مش هترتاح. طب ايه ده؟ يعني كان ما عندوش اوبشن، او عنده اوبشن انه ما يقبلش انسيموس ويفضل في حاجه مخصوصه جواه، مقفوله جواه، عقده مربوطه مش مفكوكه، في يمكه مش محلوله جواه، بس هو هيروح يخدم كل يوم حد في الكنيسه لان يعني فيليمون عامل في فريق بولس. وبالتالي اي حاجه، اي حاجه في حياتك، تخيل معايا اي حاجه في حياتك يعني. وخلي بالك انه انا قلت نعمه عشان نعمه مع انسيموس، لكن مش شرط نعمه، ممكن يكون هو راح يوضع النعمه بس او راح او اللي جواه او له علاقه بالشفاء. مثلا فيليمون رايح عشان يصلي مع حد مريض وما قبلش انسيموس، ما هو الشفاء نعمه، فلو قفل نعمه تجاه انسيموس هتقفل نعمه تجاه الشفاء. وانا مش بتكلم على المريض اللي محتاج يخف، لان الرب امين جدا على المريض اللي محتاج يخف، بس الرب كمان امين على فيليمون، وعايز فيليمون يبرأ من الحته، وعايز فيليمون يتحرك بكل حاجه هو بيسمعها انه يراها. فلما يروح يصلي للشفاء هو الرب عايز المريض يخف وعايز فيليمون يرى الشفاء.
عايز المريض يشفى والخادم يرى ما سمعه ان الرب بيشفي. انتوا وقعتوا مني؟ اكيد ما وقعتوش، مش معقول لو وقعتوا. اوكي خليكم صحصحين. فالرب عايز الاثنين، عايز المريض يخف وعايز الخادم يرى الشفاء. فالرب هيتعامل مع المريض انه يخف بطريقه تانية، بس هو كمان عايز فيليمون يرى الشفاء، وفيليمون ممكن ما يراش الشفاء لو هو في المحطات الداخليه في نفسيته او في اعماله. ما هو عشان كده القداسه مربوطه بالقوه. ما هو لو انا بصلي لاجل الشفاء بس في حاجه مضروبه بنجاسه ومش متاب عنها، مش مغسوله، فاكرين الايه لتكن كل حين ثيابك ايه؟ بيضاء. اشكرك. ادي سفر الجامعه ما تنسوهاش، لتكن كل حين ثيابك بيضاء. يعني ايه؟ ما تسيبش بقع، تيجي بقع وقف بسرعه قدام الرب، توب، اغتسل، تبرر، مغتسل اجسادنا بنق، ما تسيبش البقع. ياما ناس خدام ماشيين بهدومهم مبقعه وبيروح يخدم، ما هو المناره ممكن تفضل شغاله. حد فاهم حاجه؟ المناره شغاله، هو بس زحزح. فايه؟ يخدم عن الشفاء بس ما فيش شفاء بيحصل. يلوم العيان، اصل العيان ما عندوش ايمان. يا سلام، هو كل اللي يسوع صلى لهم عشان يخفوا كان عندهم ايمان؟ ده 90% منهم مش مؤمنين اصلا. ففليمون يعمل ايه عشان فليمون واخدين فليمون الراجل فليمون يعمل ايه علشان مش شايف شفاء؟ يلوم المرضى، الجيل اعوج ملتوي. وأتاري القصة كلها إن أخونا فليمون مش مطلق النعمة لإنسيموس، موضوع تاني خالص. بس ما هو هي حشر، ما هو لازم روحك نفسيتك وأعمالك ماشيين في تناغم عشان النهر اللي بيسكبه هو ينساب فيك ويخرج بسلاسة فترى اللي هو بيسكبه. أنت لو فاهم هتتجنن. ما اقصدش انت لو فاهم مش ما يعني هتقول كفايه كده خلاص نروح ليه او نصلي كفايه ليه؟ لانه لو عشت كده ياه، لو عشنا كلنا كده ياه، انا وانتوا لو عشنا بالكامل كده ياه. طيب نروح لتيموثاوس. ايه ده؟ ايه يا اشرف انت طولت قوي النهارده. طيب بصوا، لا هي بسيطه قوي. ممكن 6 دقايق؟ ممكن 6 دقايق؟ ميرسي، انتوا مهذبين قوي. طبعا دانيال بيقول يعني ايه 6 دقايق؟ مش 7 ومش 5، بس ما ادري. مشكله يا دانيال. اوكي بصوا، في كلمتين هبص عليهم وفي كلمتين انا في الاصل هديهم لك كواجب. تيموثاوس في حبه كلمات، تيموثاوس الاولى وتيموثاوس الثانيه، في حبه كلمات هو بولس حاططهم وفي الوسط بيملى الحشو. يعني في كلمات بتكرر كتير قوي 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 في تيموثاوس الاولى وفي تيموثاوس الثانيه. كمثال كلمه تقوى، اذكرك هو بيكلم خادم، اذكرك باللي احنا قلناه من شويه، مش بيكلمه عن قوه روح قدس زي تمام مؤتمر ما حصلش زي مش عارف ايه زي لا 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 لا. كلمه ايمان، كلمه تعليم، 3 كلمات دول واجب. كلمه ايمان، كلمه تعليم، معلمين، تعلم،
كل كل يعني كل مرادفات كلمة تعليم. فكلمة إيمان، كلمة تعليم، كلمة تقوى، الثلاث كلمات دول منطورين في الرسالتين بطريقة غير عادية، منطورين في كل الرسالتين بطريقة غير عادية، برغم أن كلمة تقوى مش كلمة مستخدمها بولس كثير، بل بالعكس قليل قوي في التسع أسفار الفاتت. يعني تصور تسع رسائل مكتوبة مش ذاكر فيها هذه الكلمة، وفي في الرسالتين دولة يمكن أكتر من 15 مرة كلمة تقوى. ولما تقراها كلمة يعني تقوى، يعني الرجل ده تقي، تقوى لما تقراها في الأصل بمعنى مثل الله كده، أشك شوي، أسلك في التقوى، فتحس يعني أبقى تقي. لا، أقول أسلك مثل الله. طيب حبوسا على كلمتين بقى أشيلهم الواجب بتاعك. كلمة وديعة، كلمة وديعة ليه؟ ما هو بيكلم خادم، فلأن في خادم ففي بيقول له حبيبي في وديعة موجودة جواك من الرب بالروح القدس، وديعة دي غالية جدا، وأنا عايزة تحافظ على الوديعة المسكوبة جواك. خلي بالك الكلام بقى بجد، والكلام ده لينا، والكلام ده وقته، لأن ده لكل واحد واحدة هنا، ده مش لخدامي يعني مسكين مايكات، لكل واحد واحدة هنا، لأن حضرتك ليك التسع أصفار اللي فات، فحضرتك خادم، ولما تيجي في الحتة دي قدام الرب، رب يقوم ساكب فيك يقول لك أنا عايز أشتغل، فلأني عايز أشتغل، عايز أشتغل، عايز أشتغل فيك، أنت في قيمة لحياتك، وبالتالي في وديعة، أنا حطيت وديعة جواك. أقرأ لك الآيات اللي فيها وديعة. تيموثاوس الأول الإصحاح الأولاني، هتعبك بقى شوية، كنت مريحك هتعبك. الإصحاح الأولاني عدد 18، هذه الوصية أيها الإبن تيموثاوس أستودعك إياها حسب النبوات. خلي بالك أستودعك في وديعة. وهتلاحظ ملحوظة أن كلمة وصية، أوصي، أوصي وصية، دي الكلمة التانية. فأنا الكلمتين دولة منطورين مع الثلاث كلمات التانيين، الثلاث كلمات التانيين إيمان، تعليم وتعلم ومعلمين وتقوى، خمس كلمات دولة منطورين في الرسالتين، وهو مال الفراغات ما بينهم بس. يعني يعني لو قلت لي في الاخر بولس عايز يقول ايه لتيموثاوس ولتيتوس، هما الاثنين الخمس كلمات دول في وديعه اوصيك عليها، لاحظ نفسك والتعليم، اتملي ايمان، اسلك مثل الله. صح 26، يا تيموثاوس احفظ الوديعة، يا تيموثاوس احفظ الوديعة، معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الإثم. لو عايز تقسم تيموثاوس، تيموثاوس الإصحاح الأولاني هو مقدمة بيختمها بتسبيحة للرب، بتيجي من صح 2، صح 2 و 3، صح 4 و 5 و 6. 2 و 3 بيكلم الخدمة من خارج شكل الخدمة، فبيكلم بقى عن الصلوات في الكنيسة، الأسقفة في الكنيسة، الشمامسة في الكنيسة، بيوضب الخدمة من بره. وبعد كده من أول 4 و 5 و 6 بيكلم عن الخدمة من داخل. تيموثاوس الثانية 4 صحات، أول 2 بيكلم عن الخدمة دلوقتي، وبعد كده آخر 2 بيكلم عن الخدمة في الأزمنة الأخيرة. فهو ببساطة بيكلم الخادم وبيكلمه في حاجات عملي جدا، عملية جدا. بس إيه العنوان الكام؟ هو خمس كلمات في وديعة حبيبي احفظها، ودي أنا بأوصيك أنك تحفظها، احفظ الوديعة ماشي، ما تخليش اي حاجه تقفل. معرضا على الكلام، فاكرين الحته اللي قلت لكم بتاعه نفسيتك وجسدك كده، ما دي مربوطه بالتقوى، مربوطه بيه. قال له بص، في بقى مناقشات وكلام وقعدات فاضيه، ما تعملش كده. ليه؟ هو عايز يحافظ على نفسيته وعلى رد فعله وعلى ظروفه، عشان كل حاجه تاتي بثمر. فهو قال له حبيبي انا عايزك تراك واحد، روحك ونفسيتك واعمالك. اعمالك دي ليها في تيتوس بقى، تيتوس الاضافه في
لو انت عايز تضيف الخمس كلمات دي كلمه سته في تيتوس، كلمه اعمال. ايه اعمل حاجه؟ لان في ناس اسهل انها تصلي من انها تعمل. فتقوم عامله ايه؟ حاضره اجتماعات للصبح. يعني الخدمه دي عامله سبت واثنين واربع، طب نعمل ايه في الثلاث والخميس والجمعه؟ دور على خدمه عامله الثلاث، خدمه عامله الخميس، خدمه عامله الجمعه، بحيث انه ايه؟ يا جماعة ما تصدق، حلو قوي. طيب ده حلو، اوعى تتصور ان انا بقلل من كده، بس لو ده بتعمله عشان ما تعملش زيارة لخالك المريض عشان يقبل ربنا قبل ما يموت، يبقى انت بتهرج. حد سامعها؟ لو انت بتحضر سبت حد اتنين تلات اربع خميس جمعة، احنا بتحضر اجتماعات ترنيم مش معقوله وقسمتهم. الخدمه دي 9/10، دي 8.5، ما انت بقيت استاذ محترف. فاجتماع النهارده كان درجه الحراره فيه كذا، اجتماع الاسبوع اللي فات كان درجه الحراره اعلى او اقل، يبقى استاذ. فانت لو انت بتعمل كده علشان في الاخر، لانه اسهل ليك انك تحضر اجتماعات من انك تعمل زياره، يبقى انت بتخرج. أنا آسف. فتيتوس بيضيف كلمة أعمال، لأن لو ما فيش أكشن للإيمان، للإيمان والتقوى والوديعة والوصية والحياة كلها، يبقى في حاجة مش مظبوطة، فضايف الكلمة دي موجودة. احفظ الوديعة. ثانية أقول لك تيموثاوس الثانية الإصحاح الأولاني عدد 12، أنا لسه في 6 دقايق، 6 دقايق ما خلصوش يا دانيال. تيموثاوس الثاني الإصحاح الأولاني عدد 12، لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا، لكني لست أخجل لأني عالم بمن آمن. كلكم عارفين الآية دي، موقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. عدد 14، احفظ ثاني، احفظ الإيه؟ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. صح 2 عدد 2، ما سمعته مني بشهود كثيرين اعملوا إيه؟ اودعوا. صح 2 على 2، اودعوا اناس امناء. فالقصه كلها ودايع. يعني ايه وديعه؟ يعني حد بيجي حاطط جواك حاجه. الوديعه الموجوده جواك والوديعه الموجوده جواك دي من الرب، وياتي بولس ويوصيك على الوديعه. يعني في وديعه سماويه وفي وصيه ابويه رعوية، الاثنين بيتحركوا مع بعض. عشان كده تجد كتير اوصيك بالوديعة، يعني وصية وديعة. الوديعة نازلة من فوق والوصية أبوية من بولس لتيموثاوس أو لتيتوس عشان يتحرك فيه. اهتم بهذا، كن فيه. تقولي ايه الوديعة؟ عشان الوقت. تيموثاوس الثانية، عشان دانيال. تيموثاوس الثانية صح الأولاني، أقول لك ايه الوديعة. خلصنا عدد 9، الوديعة خلصنا. بس ايه؟ ودعانا دعوة مقدسة، في وديعة جواك. طالما خلصت يبقى في دعوة، الدعوة دي دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا بل مقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا كوديعة. إذا الخلاص وديعة والدعوة وديعة موجودة في كل واحد وحدة فينا. قاعد بتحضر الاجتماع ده بتسمعه، وبعد كده بتسمعه على النت، أول بتحضر الاجتماع ده من بعيد ومش عايز تخدم، في وديعة. هو خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا، عشان حدش يقول أنا ملياش الوديعة. ليه؟ لو الوديعة دي بتشترى عشان أنا كويس، حد كتير يقول أنا هغسل إيديا ما عنديش وديعة، أنا أعمالي مش كويسة. فلا يا حبيبي، مش بمقتضى أعمالنا. الوديعة بتتحط جواك يوم بتنال الخلاص. فقبلت الرب، ده وديعة بتتحط مع هذا الخلاص، الدعوة. والدعوة دي مقدسة، بتتودع جواك يوم ما قبلت الخلاص، والموضوع مش راجع لحضرتك. لا بمقتضى أعمالنا، بمقتضى القصد والنعم. أعطيت لنا، أودعت فينا في المسيح يسوع إمتى؟ قبل الأزمنة الأزلية. فدي وديعة، وأوصيك بالوديعة، احفظ الوديعة. اهتم بهذا كون فيه، دي آيات في تيموثاوس، أنا ما أمشي بسرعة. أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح. طب إيه قوة، القوة اللي شغالة في الوديعة دي؟ بقية الآية، عشان كده الآية دي قوية جدا. إيه القوة اللي شغالة في الوديعة اللي شغالة جوايا؟ إبطال الموت، إنارة الحياة والأبدية بواسطة الإنجيل.
اوكي حلو قوي. يبقى الوديعه المحطوطه فينا او سوري الخلاص اتحط فينا ده وديعه، اتحط مع الخلاص وديعه تانية اسمها دعوه. الدعوه دي مقدسه، القوه اللي شغاله في الخلاص وفي الدعوه اللي اودعوا فيك قوه بتبطل الموت بتنير الحياه والابديه. وبولس ببساطه بيقول باعت الثلاث رسائل في تيموثاوس اولى تيموثاوس ثانيه تيتوس عشان يقول لهم بص تيك كير بالوديع. في حاجات خارجيه كخادم اهتم بالشيوخ الارامل الاطفال مش عارف ايه اعمل وضب ايه، حد عايز يشتغل خدمه ليكن مرتب وفي بترتيب في حياته وفي بيته وفي مراته مش عارف ايه وليكن مش عارف بيرتب له الدنيا. اوكي في حبه ترتيبات. تيتوس بيقول له حبيبي انا سبتك في كريت عشان ترتب، حلو قوي. انا مش بخش في الحته دي، انا بخش في الاعلان الموجود في القصه كلها. القصه كلها يا حبيبي في وديعه على حياتك، والوديعه دي مقدسه، والوديعه المقدسه دي مليانه قيامه مليانه ابديه. اتحرك بيها وكون خلي بالك من عشان كده بكلم الخادم من الداخل. ثلاث اصحاحات في تيموثاوس الاولى، اصحاحين في تيموثاوس الثانيه، وفي تيتوس كلها بيتكلم عن الخادم من الداخل. ليه؟ هو عايز روحك ونفسك نفسيتك واعمالك وظروفك كلها سلسه عشان تاتي بثمر. فبولس يستعمل، خلي بالك انا كده قلت لك كلمتين وقلت لك ثلاث كلمات واجب. فبولس يستعمل حبه حاجات كده هو رسائل خاصة داخلية. خليني أقرأ لك رسالتين ونصلي. تيموثاوس الأولى إصحاح 4 عدد 12 نقراهم ونصلي. لا يستهن أحد حافظنا، لا يستهن أحد بحدثتك، بل كن إيه؟ قدوة للمؤمنين في كلام في التصرف في المحبة في الروح في الإيمان في الطهارة. أي هو بيعمل ايه؟ هو بيسفلت المجرى اللي لما بينسكب حاجة جوه الخادم ما تتحشرش. فلو في اعماله في التصرف هو خادم ممسوح كده بيحب ربنا جاد، بس في اعماله في التصرف فيها عنف فيها التواء فيها حارة يمين او حارة شمال بتتحشر فما بتجيبش نتيجة. كن قدوة للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الإيمان في الطهارة إلى أن أجيء. أعكف على القراءة وعظ تعليم. لا تهمل الموهبة التي فيك الوديعة المعطاة لك بالنبوة مع وضع أيدي المشيخ. اهتم بهذا، كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. لاحظ نفسك، لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. إذا فعلت ذلك تخلص نفسك، إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين إيه؟ يسمعونك أيضا. يعني اللي جوه زب يبقى إيه؟ يبقى بر. تخلص نفسك والذين يسمعون. بصوا الفقرة دي حلو إنك تقراها كتير. تيموثاوس الأولى 4:12 حلو إنك تقراها كتير. خليني أقرأ لك فقرة ثانية. تيموثاوس الأولى 6:11 قلت لك هقرا حتتين ونصلي. ممكن خلوهم ثلاثة ونصلي؟ طيب. تيموثاوس الأولى صح 6:11 أما أنت يا إنسان الله. طبعاً التعبير ده بيتكرر مرتين في رسالة تيموثاوس، برضه تعبير ما ذكروش بولس في أي حتة تاني. ليه؟ لأنه مربوط بالتقوى. خلي بالك التقوى في الأصل اليوناني يعني إيه؟ مثل الله. مثل الله، سلوك مثل الله، أسلك في التقوى. ده واجب بتاعكم. بصوا على كلمة تقوى منطورة في كل الثلاث رسائل. تقوى، التقوى يعني ايه؟ مثل الله. فلما يجي يكلمه بقى فيقول له يا انسان ايه؟ انسان الله. التعبير ده حلو قوي، التعبير ده حلو قوي، التعبير ده حلو قوي. تذكر نفسك انك اسمك الحركي انسان الله. تقف كده قدام المراية تقول انا انسان الله. أما أنت إنسان الله فاهرب من هذا
محبة المال. اتبع البر، التقوى، الإيمان، المحبة، الصبر والوداعة. جاهد جهاد الإيمان الحسن، امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا، واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. أوصيك، خلي بالك ما قلت لك وديعة وأوصيك، أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع. أنا طلبت منكم أرى حتة كمان، تيموثاوس الثانية صحيح 2 عدد 20. في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط، بل من خشب وخزف أيضا، تلك الكرامة، هذه للهوان. إن تخر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، مقدسا، نافع للسيد، مستعد لكل عمل صالح. كل اللي بيعمله بولس في الثلاث رسائل دولة إنه ببساطة بيسلك الحتت علشان كل الوديعة تتحرك بسلاسة وتخرج لبره. هرجع في كلامي، هنقرا حتة كمان. صح 2 من تيتوس عدد 7، مقدما نفسك، نفس المعنى بس اقرا من تيتوس. انا عارف انا بعمله ايه، انا بحببك في الثلاث رسائل دول انك تقراهم بصوره شخصيه علشان فيهم ايات غاليه قوي. تيموثاوس 2:7، سوري تيتوس 2:7، مقدما نفسك في كل شيء قدوه للاعمال الحسنه، مقدما في التعليم نقاوة ووقار وإخلاص. بصوا، وكلام صحيح غير ملوم لكي يخزى المضاد. كلكم بتضحكوا لما ناس في بلدنا أو قادة في بلدنا يقولوا كلام وبعد في الآخر يرجعوا فيه أو يطلع نص كومة، ما كناش نقصد. تعرفوا حد كده؟ أوكي. بس ما كناش نقصد. شوف بقى، كلام صحيح ده المقابل، ما هو لازم الكنيسة تبقى في حتة تاني. كلام صحيح غير ملوم، كلام صحيح معلوش لوم، مفيش ما بترجعش فيه وما تلتويش فيه وما كنتش أقصد. لا، كلام صحيح غير ملوم لكي يخزى المضاد، إذ ليس له شيء رديء يقوله عنكم. حلوة الآية دي. عدد 8 من صح 3، صادقة هي الكلمة. أريد أن تقرر هذه الأمور لكي يحتم، خلي بالك، الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمال حسن. هي دي يعني كلمة أعمال حسنة، دي هتلاقيها بقى متكررة بقى. فهذه الأمور هي الحسنة والنافعة للناس، تحت ليهم ليتعلم من لنا أن يمارسوا أعمال حسنة، الحاجات الضرورية حتى لا يكونوا بلا ثمر. ببساطة بولس بيضيف كلمة أعمال حسنة في تيتوس عشان يقول كل اللي أنا قلته ده لازم يتحول إلى أكشن. أمين. تعالوا نغمض عينينا ونصلي. أسف أنا طولت. ليس بمسيرك معنا نمتاز عن باقي الشعوب من حولنا. قال الرب وجهي يسير فأريحك. بقيت راحة لشعب الرب. نحن مؤمنين ندخل إلى راحة الرب.
أليس في حضورك؟ أليس بلمسات حضورك؟ امتاز عن باقي الشعوب، فتعالى اسكب دهن طيب على كل قلب مفتوح وكل ايدين مرفوعه نحوك يا رب. انت تسكب نعمه، تسكب راحه، تسكب قوه.